من ساعة ما جوجل أعلنت عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد جيميناي 2.0 برو اكسبيرمنتال والدنيا كلها اتقلبت، ومعظم صناع المحتوى ما بيتكلموش غير عن جيميناي 2.0 برو اكسبيرمنتال. النهارده بقى هنجرب مع بعض انا وانتو نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد في البرمجة والكودينج. مش هطول عليكم، اول حاجة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، تاني حاجة اللايك لو عايز الفيديو ده ينتشر. مش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ. يلا بينا نمشي مع بعض خطوة بخطوة. هنخش على جوجل، هنخش على جيميناي 2.0 برو اكسبيرمنتال، اول لينك الموديل هنا هختار جيميناي 2.0 برو اكسبيرمنتال. لو جينا بصينا هنا على السالري بتاعه البرايسنج هلاقيه ان هو فيه تماما، ما بياخدش اي فلوس. يلا بينا نبدأ على طول نختبره في البرمجة والكودينج. وهخش اقول له قم بصناعة تطبيق محاسبة كامل واحترافي لأداء الحسابات، واجعله بواجهة متطورة وجميلة ومظلمة، اجعله بلغة HTML و CSS و JavaScript، اجعل الكود كله في ملف واحد هو index.html. والله رن زي ما احنا شايفين، هو فعلا زي ما بيقولوا النموذج سريع جدا. طيب هو كده خلص الكودينج. هنا في اوبشن ان انت تعمل داونلود على طول، مش لسه هتاخد الكود كوبي وتعمل ملف جديد تكست وتسيب. ده هو عامل لك اوبشن ان انت تعمل داونلود على طول. هنفتح الملف على طول. واو، ده انا شايف الشغل جامد جدا جدا جدا. طب نشوف الابليكيشن ده شغال اصلا. 1000 مثلا دخل، ولا دخل اضافة معاملة؟ لا، شغل جامد جدا. طيب ارجع له تاني اقول يجعل التطبيق اكثر احترافية وشمولية. رن، هنتظر لحد ما يخلص الكودينج. زي ما احنا شايفين هو كده خلص الكودينج. هو للوهلة الاولى كده انا شايف ان هو فعلا في مجال البرمجة والكودينج، وعدى حتى كلود 3.5 وعدى تشات جي بي تي. انا شايف ان هو بقى اقوى منهم بصراحة. طب نجرب الملف اللي هو عمله لنا. لا ده عمل شغل جامد جدا. بنجرب الابليكيشن، دي خانة البحث والوصف، فاتورة الكهرباء، المبلغ 1000، تضاف للتاريخ، الفئة، جعلها أكتر شمولية، فواتير، إضافة، إضافة. بيعمل رسم بياني وشغل جامد جدا. لا انا شايف ان هو فعلا يستحق الضجة المعمولة عليه، وكل الصراعات اللي بين شركات الاي اي والمنافسة الشرسة جدا اللي هم فيها وبقت سريعة جدا، احنا اكتر ناس مستفيدين منها. يا رب تكونوا استفدتوا.